بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية صبايا. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة أنتم وعائلاتكم يا ربي، وإن شاء الله تستغلوا هاي الفترة تكون محسوبة إلكم وليست محسوبة عليكم، يعني إنكم تستفيدوا كثير من وقتكم إذا عندكم وقت فاضي. طبعاً مادة اليوم هي تغذية الرياضيين. كملنا، خلينا نسترجع شوي. أخذنا التغذية الصحيحة والسليمة، أخذنا البروتينز وقديش نسبة الكالوريز فيه وقديش شو مكوناته والسلبيات والإيجابيات وكله خلطناه. أخذنا الفيتامينز، كل أنواع الفيتامينز وإذا زادت إذا نقصت أهميتها شو، إنه وظائفها أخذناهم كلهم. أخذنا كمان، ركزنا في الفيتامين إذا أنتم متذكرين، إن شاء الله تكونوا متذكرين إنه الفيتامين أنا جسمي ما بينتجه، جسمي بيكتسبه بحاجته من المواد الغذائية ومن الفروت والفيجيتابلز والأشياء اللي إحنا ناكلها، فتعمل تفاعلات كيميائية جوا جسمنا فبتكون الفيتامينز اللي إحنا بحاجته. التفاعلات طبعاً بتكون مرتبطة مع أشياء تانية. أخذنا عن البروتينز والفيتامينز، أخذنا عن الكاربس الكربوهيدرات، وأخذنا أهميتها وأنواعه والسكريات والنشويات وشو إذا زاد إذا نقص أهميته كله. تمام، هلا هاي المادة اللي أنا هي تو سلايد اللي بدي أزيدها، هي مقدمة راح تنبني عليها وحدة الدهون. اليوم بدنا نبلش في الفات في الدهون، ولكن قبل ما نبلش في الدهون يا صبايا لازم نعرف مقدمة عن الدهون. إذا بلشنا في الدهون والـ LDL والـ HDL والجلوسرايد والكوليسترول الجيد والكوليسترول الغير جيد، ممكن أنك أنت تتشتتي، فبدنا مقدمة قبل هاي المادة، زدتها قبل علشان نعرف نثبتها بدماغنا. هلا قبل وحدة الدهون لازم انه نكون احنا نطلع وعنا اطلاع على اللي حوالينا. في حوالينا يا صبايا سواء كان بالبيت او بالجامعة او بالطريق او هون او هون، في عندنا كتير امراض العصر. امراض العصر شو اسمها؟ امراض العصر او امراض الراحة او امراض قلة الحركة اللي بتأثر سلبي مش فقط على المرأة، تؤثر سلبي على المرأة أضعاف الرجل. مثل شو؟ معقول إنه أنا يعني مرتاحة وأروح أمرض؟ نعم صحيح معقول، هاي أكيد راح واحد فيكم تقولها. أوكي، شو معنات أمراض الراحة يا حلوي؟ أنا بقول لك أمراض الراحة إنه أنا معاي سيارة وبدي أشتري من السوبر ماركت اللي آخر الشارع وبروح تيك تيك بشغل السيارة بروح السوبر ماركت، إنه أنا بيتي بالطابق الثاني وبروح بشغل الإليفيتر وبطلع فيه، إنه أنا يا صبايا مرتاحة وقاعدة في البيت وبدي أجيب شغالة أو حد يساعدني بشغل البيت. مثلاً أنا مرتاحة بدي أجيب جلاية تجلي، بقدرش أوقف أجلي 10 دقايق، حرام كتير أنتوا بتتعبوا. هذه أنت بترتاحي استغلي التطور التكنولوجي لصالح راحتك، ولكن actually you hurt yourself، انت بتأذي حالك. كيف يعني انا بأذي حالي؟ يعني انا طول وانا مرتاحة ما بتحرك، وعدم تحركي وعدم ممارستي للنشاط الرياضي او لأي نشاط يحرك جسمي، اي نشاط، انا بحكي اي نشاط، ان شاء الله شطف، ان شاء الله جلي، ان شاء الله تنظيف، تعزيل، anything، اي نشاط، ان شاء الله ماشي من هون للدوار الرافدين، اي نشاط انا بروح برتاح فيه. هذا يا صبايا اسمه مرض العصر التكنولوجي، مرض الراحة. لانه انا مرتاحة يا صبايا بيكون جسمي جوا جسمي بكون بده يرتاح، انا عودته على الراحة، لذلك بدي أنا أحس بالسمنة، لأنه الأكل اللي بأكله ما بصرف وما بيروح انصرف طاقة. ماشي، أهم أمراض العصر أو أمراض الراحة هم أكشن عدة أمراض، يعني تقريباً 5 هم عندنا.
السمنة، وعندنا هشاشة عظام، وعندنا ضغط الدم، عندنا السكري بأنواعه تايب 1 تايب 2. هذول أمراض العصر أو أمراض الراحة. طبعا هي الأمراض أهم شغلة، هاي الأمراض يا صبايا ما بتيجي بين يوم وليلة، no way. كيف يعني؟ يعني أنا من هون لأربع خمس شهور وأنا مرتاحة، ممكن إنه يصير عندي بداية رفع الضغط، ممكن يصير عندي إذا باكل كثير و و و و بدها وقت، تراكمات فترة على فترة، بعدين ما بتطلع حالك إلا أنا فعلا عمالة بأذي حالي. طيب الدهون يا صبايا هي الزوائد الدهنية الموجودة عندنا بالجسم. قبل ما نبلش في الأوبيزيتي لازم نحكي شغلتين، أنا أفرق لكم بين شغلتين. في عنا دهون الدم وفي عنا شحوم الجسم، عنا شحوم الجسم ودهون الدم. شحوم الجسم يا صبايا اللي احنا بحاجة إلها لنسب معينة، ونسب بحاجة جسمي بحاجة، أمعائي، دماغي، قلبي، كله بحاجة لنسبة معينة من الدهون عشان يضل يشتغل، صح ولا لا؟ هاي شحوم الجسم، ماشي؟ دهنيات الدم اللي هي more dangerous. شو معنات more dangerous؟ دهنيات الدم، النسبة الدهون الموجودة في الدم اللي هي عبارة عن الـ HDL والـ LDL، الكوليسترول الجيد والغير جيد والجلوسرايد، هون يا صبايا عنا مشكلة، هون بيؤدي إلى الجلطات الدماغية والجلطات القلبية للبني آدم. أصل أمراض العصر هي زيادة الدهون، هاي النقطة اللي أنا بدي أفهمكم إياها عشان نطلع من المقدمة هاي. أنت الدهون لازم نفهم وفهم ولازم يضل معنا، يعني اللي بدك تحطيه في اللونج تيرم ميموري تبع راسك، بدك تحطيه في الذاكرة طويلة الأمد علشان بكرة أنت إن شاء الله رايحة تأسسي بيت، رايحة تشوف إنه لازم تحددي الوجبة الغذائية تبعت عيلتك تبعت أولادك، لازم شو معنات as low fat as possible، كتير هاي بنسمعها. بكرة إن شاء الله رايحة تتخلفي وتكبري وتصير معلمة وعندك مسؤوليات وعندك مسؤوليات كبيرة، فلازم هذه المادة تنتقل معك، ومش بس أنت على حالتك وعلى عيلتك، أمك، ستك، جارتك، الكبار لازم انت تعطيهم كنصيحة. انا دائما بقولكم يا صبايا انه انا المعلومة اللي بعطيك اياها واذا انت فهمتيها صح يا ريت بنفس الوقت او بنفس اليوم او بنفس الاسبوع انك تنقليها لحد تاني او تتناقش فيها مع حد تاني، لانه المعلومة اللي بتنتقل لإنسان تاني وبتفيديه هي المعلومة هاي في رصيدك انت. فهاي السمنة يا صبايا ضرورية جدا جدا. طب السمنة هي إحدى الحالات الطبية الأكثر شيوعا في المجتمع اليوم، أكثرها صعوبة من علاج السمنة والتصدي لها، سواء ضئيل في علاج السمنة استثناء تغيير نمط الحياة. حكينا يا صبايا إنه السمنة مرض عصري ومرض مش سهل إنك تنزلي أو تلعب رياضة أو غذاء. إحنا أخذنا قانون من قوانين التغذية إنه لا يوجد رجيم مع غذاء لحال ولا يوجد رجيم مع ممارسة رياضة لحال، صح؟ أخذناه، هاي قانون. أول محاضرة بالتغذية حكينا إنه ما بصير أنا بدي أعمل رجيم أروح ألعب رياضة بدون تغذية، وما بصير إني أضغط حالي بالتغذية عشان أنحف بدون رياضة. إيكوال، متساويات ومتكاملات، متكاملات، التغذية والرياضة متكاملات. شو المشكلة في السمنة؟ المشكلة في السمنة إنه الأندر 14 التينيج فترة المراهقة، الأندر 14 للإناث والذكور إذا كان عندهم بوادر سمنة يا صبايا عنا بصير زيادة أثناء النمو في شغلتين. الشغلة الأولى عنا الزيادة في عدد الخلايا الدهنية، زيادة في عدد الخلايا الدهنية،
والشغلة الثانية الزيادة في حجم الخلية الدهنية. يعني عندنا عدة خلايا، هلا صارت obesity، زيادة في عدد الخلايا زائد الحجم، عشان هيك بصير عندنا سمنة. لذلك بحكي لك إنه سمنة الأطفال أكبر نسبة سمنة على مستوى العالم حاليا. المرض العصري الشائع على مستوى العالم كله هي سمنة الأطفال، من جنك فود ومن الأكل السريع ومنه من الزواكي ومن السكريات ومنه منه منه منه. المفروض ننتبه لهاي الأمور إذا إحنا بدنا نركز على إنه هذا البني آدم يطلع سليم صحيح. فترة المراهقة المفروض نشاط بدني، يشارك في نشاط بدني عالي الشدة، ويكون احتياجه للجسم حسب احتياجه بالضبط، لا أكثر ولا أقل. ياريت هلا لو نطلع على هذا الفيجر أو هاي البيكتشرز اللي موجودة عنا. طبعا اللون الأسود ما شاء الله ما شاء الله بيرفكت، اللون الأسود بيرفكت، ولا شو رأيكم؟ مثل مين انتو بتشبهوها عنا بالمحاضرة؟ يم عظمة وجلد ما شاء الله. مين؟ مين؟ ليش أحكي الاسم؟ عشان هي عارفة حالها كتير نحيفة. أوكي، هاي يا صبايا هاي underweight. شو معنات underweight؟ underweight انت اقل من الطبيعي، المفروض انك تديري بالك على تغذيتك وتنصحي لك شوي. هاي الunderweight انه ما بصير انت underweight، يعني انت اقل من الطبيعي، لازم تديري بالك، لازم تاكلي اكثر، لازم في لك نظام غذائي، في لك مواد معين لازم تاكليها. عندنا اللون الاخضر الهيلثي ويت، الهيلثي ويت يا صبايا اللون الأخضر هذا النورمال ويت الأخضر. عندنا الأورانج أوفر ويت، I think I'm in overweight. عن جد أنا بشعر إنه أنا أوفر ويت. I don't know. هلا بنشوف مين كمان أوفر ويت. في كتير أوفر ويت، مش أنا لحالي، أنا بعرفكم واحدة واحدة اللي أوفر ويت تقول لي. المهم الريد وان، الريد وان اوبيز او سمنه، اللون الاحمر سمنه للاسف. طيب كيف انا بدي اعرف انه انا معرض لسمنه او مش معرض لسمنه في الوقت الحالي؟ عندنا هذا الفيجر يا صبايا. ها عندنا يا صبايا البادي ماس اندكس، هون البادي ماس اندكس. لما يكون عندك البادي ماس اندكس مؤشر كتلة الجسم اكثر من 25 جرام على متر تربيع، شو معنى هذا الحكي؟ شو معنات هذا الحكي؟ طيب معنات هذا الحكي اوكي، معنات هذا الحكي يا صبايا انه حاصل قسمة كتلة الجسم على مربع الطول بالمتر، انه هذا الويت هذا وزني بالكيلوغرام، هاي بالكيلوغرام، وهذا طولي بالسنتيمتر مش بالانش، سنتيمتر. يعني بتروح بتجيب قديش انت هذا الاخضر يا صبايا اندر ويت، شوف الرقم اللي بيطلع لك اخضر، هذا اندر ويت. انت اللون الهيلثي الازرق اندر ويت، الهيلثي الاخضر، الاصفر اوفر ويت، والاورنج اوبيز، والاحمر اكسترا اوبيز سمنه زائده. ماشي، هذا الجدول يا صبايا بيساعدك كتير كتير كتير، ومهم جدا تعرفي كيف انا اشتغل عليه. سهل جدا، طولك مع وزنك بيطلع لك رقم، بيطلع لك رقم، انت الرقم هذا وين هو؟ تطلعي فوق انه healthy overweight obese extra. اوكي okay.